مساء الخير، لقاء متجدد مع متابعتنا في الشؤون العربية المختلفة وكثير من الملفات التي تفرض نفسها بقوة على ساحة المنطقة العربية. حنتجول في أكثر من صعيد ودولة عربية شقيقة، وربما نفرد مساحة حوارية أكبر للتطورات في ليبيا. لنبدأ في البداية بنشرتنا العربية المعتادة، وأول متابعة حتكون عن التطورات ربما أو الأصداء الجديدة للحادث الإرهابي اللي وقع بالدورية الشرطية بمدينة البدرشين بمحافظة الجيزة بمصر. نائب العام المستشار نبيل صادق كلف نيابة أمن الدولة العليا بمباشرة التحقيقات في هذا الحادث. كان المئات من أهالي قرية كفر فزازة بمركز سنورس بمحافظة الفيوم قد شيعوا جثمان الشهيد عريف الشرطة سيد أحمد جمعة الذي راح ضحية هذا الحادث الإرهابي الغاشم بكمين البدرشين. وأيضا في محافظة بني سويف تقدم الشريف حبيب محافظ بني سويف يرافقه سيادة اللواء عادل التونسي مدير أمن بني سويف جنازة الشهيد أمين شرطة رمضان نادي أحمد ابن قرية هنية بمركز بيبا وسط تنديد واسع من الأهالي. بالتأكيد لا يوجد مكان بمنأى عن ضربات الإرهاب الغاشم في هذه المرحلة، سواء في مصر في المنطقة العربية وربما في العالم بأسره، وإدانات دولية واسعة النطاق لمثل هذه الممارسات الإرهابية. وقد يكون هناك ثمة إجماع بأن ما صدر الإرهاب إلى المنطقة في البداية هو الممارسات الانتهاكية التي دأبت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن تمارسها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ربما بينظر إلى أن هناك تصعيد غير مسبوق تشهده خاصة في الحرم القدسي وفي المسجد الأقصى المبارك من خلال القرارات الأخيرة التي تبعناها منع المصلين الفلسطينيين من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك واستمرار سياسات والأوامر ب إغلاق المسجد على خلفية الأحداث التي وقعت أخيرا. إدانات عربية ودولية لهذا الإغلاق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وإدانة من قبل الأزهر الشريف لقيام سلطات الاحتلال الصهيوني باعتقال مفتي القدس الشيخ محمد حسين وإغلاق المسجد الأقصى ومنع إقامة صلاة الجمعة، مؤكدا أن هذا يضاف إلى سجل السلطات الإسرائيلية الطويل من الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الإنسانية. نتابع التقرير التالي. لليوم الثاني على التوالي واصلت إسرائيل إجراءاتها الأمنية المشددة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وكذلك إغلاق المسجد الأقصى المبارك حتى الأحد في سابقة هي الأولى من نوعها منذ ستينيات القرن الماضي، وذلك غداة الهجوم الذي أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين ومقتل شرطيين إسرائيليين. حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية دعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والسريع من أجل وقف إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى، كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي إغلاق المسجد الأقصى المبارك معتبرة ذلك جريمة وسابقة خطيرة وعدوانا صارخا على المقدسات الإسلامية. من جانبه حذر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية إسرائيل من مواصلة إغلاق المسجد الأقصى بحجة احتواء العنف والتوتر، مؤكدا أن هذه الإجراءات تشكل حدثا خطيرا لم يشهده المسجد الأقصى منذ أكثر من 800 عام، محملا سلطات الاحتلال مسؤولية تزايد التوتر والعنف في القدس الشريف. وفي العاصمة الأردنية عمان انطلقت مظاهرة من أمام الجامع الحسيني بوسط المدينة، تظاهر فيها المئات احتجاجا على إغلاق السلطات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، وردد المتظاهرون هتافات لنصرة الأقصى المبارك. ويرى المراقبون أن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الشعب الفلسطيني وخاصة في محيط المسجد الأقصى ستزيد من حدة التوتر خلال الأيام المقبلة. ويتواصل معنا عبر الهاتف للمزيد من المتابعة سيد تيسير التميمي الأمين العام للهيئة العليا الإسلامية بالقدس. بعد التحية سيد تيسير،
بالتأكيد تواصل الانتهاكات الإسرائيلية، إجراءات غير مسبوقة اتخذتها سلطات الاحتلال مؤخرا، مما يتطلب بشكل كبير جدا أن يكون هناك إجراءات حازمة ورادعة إزاء مثل هذه الانتهاكات. قد يقول قائل استمرار لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي لفرض وقائع جديدة داخل الحرم القدسي الشريف، يعني متابعتكم وما هي يعني آليات المواجهة في هذه المرحلة الحرجة بالنسبة للقضية الفلسطينية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما قامت به إسرائيل من إغلاق المسجد الأقصى المبارك ومن كذلك التجول في البلدة القديمة في القدس والإجراءات التي اتخذت ضد أبناء القدس والمسجد الأقصى المبارك هو تصعيد خطير للوضع المتوتر أصلا في القدس. نعم، إسرائيل تريد إشعال نار حرب دينية لا تبقي ولا تظهر في المنطقة. نعم، المسجد الأقصى هو القبلة الأولى للمسلمين، ثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، فالاعتداء عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي هو اعتداء على الأمة بكاملها، على 1.7 مليار مسلم. نعم، هذا استفزاز لمشاعرنا الدينية، وما قامت به إسرائيل من إغلاق المسجد الأقصى المبارك أمس ومنع أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك وهي سابقة خطيرة جدا. نعم، يعني لم يسبق أن قامت سلطات الاحتلال منذ عام 67، منذ احتلال القدس عام 67 لم تقم بمثل هذه الجريمة. هذا انتهاك لحرية العبادة، هذا مساس بديننا وعقيدتنا واستفزاز لمشاعرنا الدينية. أنا يعني أخشى أن إسرائيل تدبر للمسجد الأقصى، لتقسيم المسجد الأقصى على ما على نحو ما أعلنت سابقا أنها تريد أن تقسم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا، تريد إقامة الهيكل المزعوم في ساحاته، تريد يعني تنفيذ مخطط للمدينة المقدسة وتحويلها إلى مدينة يهودية لطمس كل معالمها العربية والإسلامية. أن يمنع الفلسطينيون المسلمون من الصلاة في المسجد الأقصى في سابقة يعني أو في خطوة ربما غير مسبوقة منذ سنوات عديدة كما تفضلتم، وأن يتسق مع ذلك الإجراءات الانتهاكية الإسرائيلية المعهودة ما بين مصادرة الأراضي، الممارسات الاستيطانية وأيضا طمس الهوية أيضا التي أشرتم إليها، يعني ما الدلالات التي تنطوي على قدر كبير من الخطورة في مثل هذا التوقيت؟ وربما يرى البعض أيضا أن ذلك يرشح إلى انتفاضة فلسطينية جديدة، كيف ترون الأمر؟ أنا أقول الأمر أخطر من ذلك، لأن إسرائيل تسعى لتصفية القضية الفلسطينية. لا يمكن تصفية القضية الفلسطينية إلا بإحكام القبض على المدينة المقدسة وتحويل المسجد الأقصى إلى كنيسة يهودية. نعم، نتنياهو وعد اليمين الإسرائيلي اليهودي المتطرف بتنفيذ ذلك، بتصفية القضية الفلسطينية، بتحويل المسجد الأقصى إلى كنيسة يهودي والمدينة المقدسة إلى عاصمة للدولة اليهودية. نعم، هناك مخطط ينفذ بشكل ممنهج من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ونحن للأسف يعني ردود فعل باهتة على ما تقوم به إسرائيل. أنا أقول ما إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين جريمة غير مسبوقة أشد خطورة من أي انتهاك آخر. نعم، أن تمنع الصلاة وبعد ذلك يعني تقرر حكومة إسرائيل استمرار الإغلاق لصباح الأحد وبعد ذلك افتتاح فتح المسجد الأقصى بشكل تدريجي، يعني الهيمنة الكاملة، فرض السيادة الكاملة بالتأكيد على المسجد الأقصى لإسرائيل، ذلك يمثل تحدا صارخا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، يضرب بها عرض الحائط، ولا بد من وقفة عربية وإسلامية إزاء مثل هذه الممارسات. أشكرك جزيلا السيد تيسير التميمي الأمين العام للهيئة العليا الإسلامية بالقدس، وينضم إلينا السيد عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى. يعني بعد التحية، يعني ما الذي تمثله يعني هذه ربما يعني الإدانات التي نشهدها؟ كيف يمكن أن تشكل خط مواجهة
للانتهاكات الإسرائيلية التي بلغت حدودا بالتأكيد لا يسكت عليها، وأن تستمر قرارات بإغلاق المسجد الأقصى ومنع المصلين من الصلاة في المسجد. وأيضا يعني فرصة أن أتساءل أيضا عن مدى صحة الأنباء عن فتح المسجد تدريجيا بداية من الغد. تفضل. أولا أختي السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. بالنسبة لنظرة يعني أن غدا سيفتح تدريجيا التدريجي، هذا ما أعلنه الاحتلال عبر وسائل الإعلام، لم يبلغ رسميا عن هذه الإجراء، وسيفتح أيضا يعني انظر كيف يساوي الاحتلال بين المسلمين و أيضا المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك. ثانيا أن أيضا هذه بالنسبة للدول العربية والإسلامية يجب أن يكون ليس جانبا واستنكارا فقط في حق المسجد الأقصى المبارك، يجب أن تتخذ أيضا خطوات في الأمم المتحدة وأيضا من أجل أن تعاقب إسرائيل على ما تفعله في المسجد الأقصى المبارك الذي هو قبلة المسلمين في أنحاء المعمورة. هناك أوراق كثيرة قد خالفتها إسرائيل، خالفت القانون الدولي، خالفت المعاهدات السلام، فلذلك هناك يعني أوراق كبيرة وكثيرة يستطيع العالم العربي والإسلامي أن يدين إسرائيل من خلال الأمم المتحدة. أهم أوراق الضغط من وجهة نظركم التي يجب أن تستثمر بشكل أفضل في هذه المرحلة؟ يعني اولا قرار يونسكو ان المسجد الاقصى هو للمسلمين وحده بما في حاله العراق، الحصريات التي تحصل في المسجد الاقصى، الان هذا اغلاق المسجد الاقصى منع صلاه الجمعه، العنصريه التي تمارس في داخل البلده القديمه، وكل ذلك كل هذه المعاهدات التي خالفتها اسرائيل وهي ضاربه بعهد الحائط بالمعاهدات، وايضا هذه الحكومه المتطرفه التي تريد أن تفرض واقع جديد ليس على القدس فقط وإنما على العالم العربي أيضا في هذه المعاملة لأن يرضى بها كل من العالم العربي، لكن يجب أن تحاسب إسرائيل ومن قبل الدول العربية ودول العالم على التجاوزات التي والانتهاكات. تبقى القضية الفلسطينية راسخة في الأذهان ولن يعني تستسلم أبدا فلسطين لمثل هذه المحاولات لطمس هويتها الفلسطينية هويتها العربية في المقام الأول. أشكرك شكرا جزيلا سيد عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى. نتحول إلى العراق. تم إطلاق تحالف القوى العراقية الذي يهدف إلى التنسيق السياسي للبيت العراقي الداخلية، حيث أكد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أن التحالف سيعمل بالتعاون مع الحكومة والجهات التنفيذية ومع المنظمات الدولية والدول الداعمة على إيجاد الحلول السريعة والحقيقية لمشكلة النزوح وإعادة النازحين إلى مناطقهم، مشيرا إلى أن مبادرة التحالف ستكون خطوة جادة يليها عمل وطني جامع لكل الجهات الفاعلة ولا يقتصر على طائفة بعينها، ومن حق كل العراقيين الانضمام إليها. وينضم إلينا دكتور إحسان الشمري الخبير الاستراتيجي ورئيس مركز التفكير السياسي العراقي. بعد التحية يعني دكتور إحسان، يعني كيف تنظر إلى المعطيات الأخيرة في الملف العراقي، يعني تحديدا هذا الحديث المتصاعد بأهمية أن يكون هناك عمل وطني جامع لكافة الجهات الفاعلة، أن يتزامن ذلك مع إعلان تحرير مدينة الموصل بشكل كامل وكامل السيطرة عليها من قبضة تنظيم داعش الإرهابي؟ شكرا سيدتي. بكل الأحوال الآن الحكومة تطرح استراتيجية لمرحلة 17 متمثلة في المصالحة المجتمعية، وهذه بكل الأحوال ستعمل على تدعيم الاستقرار في المحافظات التي استهدفها تنظيم الأنبار وفي صلاح الدين وحتى في نينوى وعاصمتها الموصل. استثمار الناصر وطنيا هو تحدي كبير امام الحكومه، لكنها بكل الاحوال وضعت معايير لتطبيق وآليات لتطبيق هذه الاستراتيجيه. استكمال تطهير الارض العراقيه من عصابات داعش انا اعتقد هي تؤخذ بنظر الاعتبار، ومن ثم هي جزء من عمليه تطهير الارض العراقيه من اثار تنظيم داعش. لذلك المعطيات إلى حد هذه اللحظة إيجابية جدا، سيما وأن الانتصار لم يكون هناك
هناك مصدات أمامه يعني، ولن يكون هناك عودة للخطاب الطائفي والتمييزي مثل ما كان على مستوى الحكومة السابقة. نعم، أشكرك جزيلا على هذه المتابعة دكتور إحسان الشمري الخبير الاستراتيجي ورئيس مركز التفكير السياسي العراقي. نتحول لتطورات في الملف السوري في ختام الجولة السابعة من مفاوضات السلام بين الحكومة السورية والمعارضة التي جرت على مدار 4 أيام. أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا هذه الجولة بأنها حققت تقدما مرحليا من دون اختراقات مفصلية. وقال ديمستورا في مؤتمر صحفي في جنيف إن المباحثات تطرقت إلى ملفات رئيسية أهمها القضايا الدستورية وملف مكافحة الإرهاب، مؤكدا أنه سيدفع باتجاه مفاوضات مباشرة بين دمشق والمعارضة في الجولة المقبلة من المحادثات المرتقبة في مطلع سبتمبر القادم، موضحا أنه طلب من كل الأطراف بما في ذلك الحكومة السورية الاستعداد لمناقشة مسألة الانتقال السياسي الأساسية. نتحول إلى ليبيا، وبالتأكيد لدينا وقفة مطولة حول تطورات في ليبيا وربما كثير من الأدوات التي تكفل إلى عودة ليبيا لدورها وثقلها العربي والإقليمي. ربما أبرز هذه المعطيات بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح مع رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني الأوضاع الأمنية في المدن الليبية المحررة، حيث استعرض الجانبان الترتيبات اللازمة لتأمين مدينة بنغازي والجنوب الليبي ما بعد التحرير، وكذلك الإجراءات الواجبة من قبل الحكومة لتأمين هذه المدن، وطمأن من قبل رئيس الوزراء رئيس البرلمان بأن الأوضاع الأمنية في تحسن دائم من أجل استقرار المواطن في الجنوب الليبي وفي مدينة بنغازي. بالتأكيد كثير من الاستعدادات والتجهيزات في مدينة بنغازي حالة من الحراك التي تنعكس بالتأكيد أيضا على الدفع قدما بالأفق السياسي في البلد العربي الشقيق، ولعل واحدة من هذه الملامح هي افتتاح مطار بنغازي بعد إغلاق دام لثلاث سنوات. بالتأكيد وقفة حوارية سوف تتابعونها معنا في برنامج شؤون عربية بعد هذا الفاصل الإخباري والمزيد من المتابعة بصحبة ضيفينا الكريمين في هذا اللقاء، السيد أحمد العبود الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي وسيد فرج زيدان الباحث في الشؤون الاستراتيجية. نلقاكم بعد هذا الفاصل. صنع الإرهاب في ليبيا وكيف صنع الإرهاب في ليبيا؟ حمد عبدالله فقيس قطري جنسية مسؤول على القوات الخاصة القطرية، هذه مكافأة له بعد خروجه من ليبيا، وهذه مخازن أسرة بن إسماعيل معبية أسلحة قال خرج أنا مع عبد الحاج في باب العزيزية. هذا نايف عبدالله العمد، هذا يوقع بالقائم بالأعمال القطرية في ليبيا، الموضوع تجهيز متطوعي للقتال في سوريا كذلك إلى العراق، قائد مجموعة الارتباط القطري في بنغازي مبارك فهد راشد العيني، نعمل مكتم الموافق على نقل الأسلحة شخصية، وبالتالي هذه الساحة كانت ساحة قطرية بامتياز وكانت قطر تلعب فيها بامتياز. أهلا بكم من جديد. الناظر إلى الأوضاع الحالية في ليبيا يرى عودة ليبيا إلى حالة من الحراك السياسي والدبلوماسي الذي يتزامن كذلك مع تسارع وتيرة الأحداث الميدانية، وإن كان هناك أيضا في ذات الوقت كثير من التحسبات حول توتر الأوضاع الاجتماعية، وإن كان ذلك لا يمنع أيضا التعويلات على المضي قدما في البناء والتنمية في ليبيا لكي تعود بشكل سريع إلى محيطها الإقليمي والدولي. وبالتأكيد هناك كثير من الملامح والمحاور التي سوف نتطرق لها تفصيلا وتحليلا من خلال هذه الوقفة الحوارية في برنامجنا شؤون عربية. وجه تحية لضيفي في هذا اللقاء الدكتور السيد أحمد العبود الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي. أهلا وسهلا بك.
وتحية كذلك واجبة إلى السيد فرج زيدان الباحث في الشؤون الاستراتيجية. أهلا وسهلا بك. يعني أبدأ مع حضرتك دكتور سيد، ويعني بالتأكيد هناك كثير من المحاور والقضايا الملحة التي تفرض تحديات متعاظمة ليس فقط على الشقيق الليبية ولكن أيضا على دول يعني الجوار. إذا تحدثنا عن المبادرات أيضا المطروحة في السياق الإقليمي، ما أبرز ما تتوقفون عنده في هذه المرحلة في المشهد الليبي بصفة عامة، وحناخد منه نقاط انطلاق لكثير من المحاور بالتأكيد. أولا مساء الخير، تحية لك ولمشاهدي قناة النيل الإخبارية ولصديقي العزيز الأستاذ فرج زيدان. أنا حاب ننطلق من التحليل عبر مسارات ثلاثة. المسار الأول وهو مسار ما يحدث من التطورات الداخلية، الإنجازات التي تحققت بفعل القوات المسلحة العربية الليبية، وكان آخرها تحرير بنغازي، يسبقها أيضا النجاح الكبير في التحدي الأمني ومواجهة تنظيمات الأمن الإرهابية والميليشيات. لاحظنا أيضا الإنجاز الذي تحقق على مسار تحقيق الأمن القومي في بعده الاقتصادي باسترداد الحقول النفطية والموانئ النفطية تحت عملية البرق الخاطف، وأيضا العمليات في الجنوب الليبي. المحصلة النهائية أن هناك 90% من الأراضي الليبية استطاعت القوات المسلحة العربية الليبية تحريرها وتوحيدها في إطار مسعى القيادة العامة للقوات المسلحة والمؤسسة العسكرية التي نعتبرها قاطرة تحرير الوطن وتوحيده في استرداد كافة التراب الليبي وتوحيده. لأول مرة نتحدث عن توحيد التراب الليبي. إذن هناك مبادرات، هناك عمل داخلي استطاعت القوات المسلحة أن تترجمه في شكل الإنجاز، وهذا الإنجاز له تأثيره في البيئة الإقليمية وفي البيئة الدولية. نتكلموا على المتغيرات الإقليمية وتأثيرها في الملف الليبي، وبالتأكيد تأثير هذه المتغيرات في البيئة الإقليمية. تتحدثين عن مبادرات لحلحلة الأزمة الليبية والدفع في اتجاه إنقاذ ما يمكن إنقاذه في الاتفاق الصخيرات. أنا أرى صراحة بأن هناك متغيرا إقليميا رئيسيا هو انحصار النفوذ القطري بعد العقوبات التي تقوم بها الدول الأربع اتجاه قطر الداعمة والممولة للتنظيمات الإرهابية، وعلى أبرز الداعمين للميليشيات والتنظيمات الإرهابية الموجودة في ليبيا. وهذه هي الحلقة الأهم صراحة. لاحظنا بأن هناك اتجاها عربيا لمحاصرة قطر ولمحاصرة التمدد والدعم الذي تقوم به في اتجاه دعم هذه التنظيمات الإرهابية. نأتي للمسار الاتفاق السياسي. تعلمين جيدا بأن الاتفاق السياسي المدة الزمنية لها تنتهي في ديسمبر القادم، ديسمبر 2017، في ظل فشل كامل على كافة المستويات في إنجاز كافة الاستحقاقات التي أصبحت مطالب ملحة للشعب الليبي. كل هذه الدلواء أيضا فشل الأسهم الأخرى، خلينا نتكلم بصراحة. يعني عندنا أكثر من ثلاث حكومات، حكومة السيد عبد الله التنية غير معترف بها دوليا، وحكومة قلبت على المسار الديمقراطي حكومة السيد خليفة الأغويل باستدعاء للمؤتمر الوطني العام، ومساهمتها المساهمة الأكيد في ما يسمى عملية فجر ليبيا. بالتأكيد كل ذلك يشكل تحديات ويفرض مسؤوليات. طبعاً. يعني اتساقا لما تفضل به الدكتور سيد فرج، يعني هل المهلة يعني التي منحها المشير خليفة حفتر إلى السياسيين لإنهاء هذه الأزمة وهي 6 أشهر، يعني هل ترونها كافية؟ يعني هل بالفعل بانقضاء شهر ديسمبر القادم يعني يمكن أن نقول أن الأزمة حلت بشكل أو بآخر، حتى تفتح الأفاق لي يعني عمل بشكل جديد لبناء ليبيا الجديد؟ بداية تحية لك وللدكتور زميلي وصديق الدكتور أحمد العبود ولكل السادة المشاهدين. وحقيقة لابد أن أعزي مصر حكومة ورئاسة وحكومة وشعبا ولأسر الشهداء، شهداء ضحايا حادث أو كمين بدرشين. ونقول بأن كل هذه الضربات الإرهابية لن تزيد مصرا إلا عزيمة وإصرارا، وبأنها لن تنال من أمن مصر ولا من اقتصاد مصر، وستظل مصر خيمة وعمودا للخيمة العربية. عودا إلى مدة 6 أشهر، هذه المسألة ترتبط أولا لماذا القوات المسلحة والقائد العام للجيش الوطني ركز على مهلة 6 أشهر ولشهر ديسمبر.
المسألة ترى من حيث حكمة القيادة من عدة وجوه. الوجه الأول أن في شهر ديسمبر وتحديدا في 17 ديسمبر 2017 ستنتهي المدة المحددة في الاتفاق السياسي، أنا أسميه بالخطة الدولية، ستنتهي هذه الخطة الدولية أو ما يسمى باتفاق الصخيرات في هذا التوقيت. وحتى لو رجعنا إلى نصوص ذلك الاتفاق الذي وقع في الصخيرات في 17 ديسمبر 2015 وفي المادة وفي الفقرة الرابعة من المادة الأولى تنص على أن مدة حكومة الوفاق الوطني عام تبدأ من توقيع الاتفاق السياسي، أي في يوم 17 ديسمبر 2015، وهذا العام مشروط ومرهون بقيام أو بإنجاز لجنة الدستور التي نسميها بالهيئة التأسيسية لمشروع الدستور وقبول الشعب به في الاستفتاء. وفي حال عدم قدرة هذه اللجنة على إنجاز دستور يتوافق عليه الليبيين فتمدد مدة حكومة الوفاق الوطني لعام إضافي آخر، وفي هذه الحالة تنتهي مدة حكومة الوفاق بأقرب الأجلين. كيف أقرب الأجلين؟ إما أن تقوم لجنة الدستور بإعداد الدستور والاستفتاء عليه وقبول الشعب عليه قبل انتهاء العام الإضافي الثاني، أو إما أن ينتهي العام الإضافي الثاني دون أن تستطيع لجنة الدستور إعداد دستور نهائي ويوافق الشعب عليه. إذا رجعنا إلى نصوص هذا الاتفاق، رغم أن هذا الاتفاق لم يتم تضمينه في الإعلان الدستوري، إذا أي بمعنى أنه لم يتحول بعد إلى وثيقة دستورية وثيقة ملزمة، إذا لا زال هو اتفاق سياسي. ومن ثم القيادة العامة راقبت الوضع دون أن تتدخل في الفرقاء السياسيين، دون أن تمسهم، دون أن تضايقهم، ركزت في العمليات العسكرية في مكافحة الإرهاب الذي يزعزع كل المنطقة وليس ليبيا فحسب. طيب بصرف النظر عن كونها ملزمة أم لا، نعم، مدى قابلية هذه الخارطة للتنفيذ على أرض الواقع الليبي من وجهة لا هي لن تكون قابلة للتنفيذ. لماذا؟ أولا لأن المجموعات التي تسيطر على طرابلس هي استخدمت الوفاق كشعار، هي لم تحقق أو لم تجعل الوفاق مبدأ للسلام دستور عمل، وإنما جعلت مبدأ الوفاق هو خطة لإقصاء الخصوم الآخرين. تدركين على سبيل المثال المادة الثامنة سيئة الصيت المشهورة التي تعمل على إقصاء كل القيادات السياسية، وتم تفصيلها برعاية دولية مع بعض الفاعلين، نقصد الإدارة الأمريكية السابقة، إدارة أوباما هيلاري كلينتون، الإدارة الإنجليزية تحديدا، وهي تدعم تيارات الإسلام السياسي التي الآن يعني تمثل تيار الفوضى. هذه الجزئية وحعود إليك من جديد. يعني حديثا عن طرابلس دكتور أحمد، بعض المراقبين يبدون خشيتهم أن تكون محطة لاحتقانات ومواجهات عسكرية بين الميليشيات وبين الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. يعني نعم. إلى أي مدى يعني بالفعل يعني هذه المخاوف معززة أيضا يعني على أو هذه على الفرضية الواقع؟ يعني هذه الفرضية يعني لابد أن نعلم بأن طرابلس للعام الرابع على التوالي تحت سيطرة الميليشيات وتعيش صراعا محموما ما بين الميليشيات منذ أحداث المطار وبعد انقلاب فجر ليبيا. المدينة دخلت في نفق مظلم وعاش أهالي المدينة في محنة إنسانية حقيقية. الميليشيات ارتكبت أبشع الجرائم التي يعاقب عليها القانون الوطني والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. واليوم حتى هذه اللحظة تعيش العاصمة صراعا ما بين الميليشيات المنتمية لحكومة السيد الغويل والميليشيات الأخرى المحسوبة على المجلس الرئاسي دون حسم. واعتقد بأن طرابلس أصبحت ورقة تريد بها الميليشيات أن تكون الورقة الأخيرة في معادلة ما يسمى الحوار أو مسارات التوافق أو إلى آخره من مسارات الحوار التي تعقد بين حين وآخر. هل مثل هذه الأجواء تعزز من فرص سيف الإسلام؟ هذا مسار. المسار الآخر صراحة أهالي طرابلس دعوا كثيرا ومرارا وتكرارا القيادة العامة للجيش والمؤسسة العسكرية أن تتدخل لحماية المدنيين وصراحة إنهاء حالة الفوضى والاقتتال الداخلي. وكان الرد مباشرة من القيادة العامة للجيش عندما قال المشير خليفة حفتر بأن
المؤسسة العسكرية تستمع لهذه النداءات وهي تعمل جاهدا للدخول طرابلس دون إطلاق رصاصة واحدة أي بالدخول بالمسعى السلمي. يعني عودة على سبق ما تطرق إليه الأستاذ فرج، وأنا حاب صراحة نكمل هذه الجزئية. موضوع المهلة 6 أشهر بانتهاء الاتفاق السياسي في ديسمبر وعدم وجود حل سياسي في الأفق، وفي ظل صراحة فوضى تعيشها البلاد، وفي ظل محاولة القوات المسلحة العربية الليبية استرداد مزيدا من الأرض، فإن القوات المسلحة لن تترك ليبيا في الفراغ للفراغ. في ظل أيضا مطالب قادمة من البيئة الداخلية، لابد أن تعي بأن في رمضان الماضي في نهاية شهر رمضان اجتمع مشايخ القبائل، وهو سوف يكون إجابة على تساؤلك فيما يخص فرص سيف الإسلام أو الآخري، وطالبوا قبائل مشايخ القبائل على كافة مستوى ليبيا، وطالبوا القيادة العامة للجيش أن تتقدم لإدارة الدولة منعا من ذلك الفراغ التي قد تنجر إليه البلاد إذا ما وصلنا إلى ذلك التاريخ تاريخ ديسمبر دون وجود حل سياسي. مثل هذه المبادرة تدفعني إلى القول بأن هناك مسار للمصالح الوطنية ترعاها القيادة العامة للقوات المسلحة. لاحظنا ذلك في الجنوب، لاحظنا ذلك في مناطق دخلتها القوات المسلحة لم تطلق فيها رصاصة واحدة. اليوم نتكلموا على رقعة جغرافية القوات المسلحة تسيطر فيها على نسبة 90%، وأعتقد بأن الطريق إلى طرابلس سوف يكون في أقرب فرصة إذا ما استطاعت القيادة العسكرية أن تنتج نوعا من المصالحات الوطنية في محيط طرابلس الجغرافي. بالنسبة للأنصار النظام السابق أو فرص سيف الإسلام، أنا حاب نقول لك بأن البعض والكثير في ليبيا يعتبرون بأن سيف الإسلام كان جزء من أزمة 2011، هو الذي رعى المصالحة مع تيار الإسلام السياسي الذي انقلب عليه، وتكلم عنها جماعة الإخوان المسلمين وعلى جماعة ليبيا المقاتلة. البعض هذه الخلفية تدعم فرصه أم على العكس تقلص؟ لا تقلص فرصه، لنتيجة لأن الجميع اليوم مجمع بأن لابد من الاصطفاف خلف القيادة العامة للقوات المسلحة حتى إنجاز معركة تحرير التراب الوطني وتوحيده، ومن بعد الحديث عن مصالحة وطنية شاملة تفتح لدستور عادل وشامل يشارك فيه الجميع. لكن يعني في المقابل حرجع لحيك مرة تانية، يعني أعود الأستاذ فرج، قد يقول قائل بأن لو حدث تضامن ولو ضمني بين الجيش الليبي وسيف الإسلام فقد ينزع ذلك بشكل أو بآخر الغطاء الاجتماعي من التنظيمات الإرهابية ويقلص من بؤر الإرهاب في ليبيا. إلى أي مدى حتى نحسم لا أتفق مع هذا الأمر، لأن سيف الإسلام انخرط في مشروع الصخيرات الآن. هو الآن تم يعني تحالف كل مراكز القوى المناهضة لمشروع القوات المسلحة وللقائد العام للقوات المسلحة، تحالفوا من جديد. سيف الإسلام انخرط في الحوار حتى في محبسه أو في مكانه في بلدة أو في قرية الزنتان، وهناك انفتاح مع علي الصلابي قائد أو مرشد جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا. الغنوشي أيضا يطل برأسه في هذه المسألة. لو عدنا إلى المسألة الأخرى، أنصار النظام السابق انقسموا إلى أجنحة، حتى أن جزء منهم موجود هنا في مصر. وعندما نسأل أنصار النظام السابق، لديهم هناك جناح كثير أسميه بالجناح العقلاني، الجناح الوطني في أنصار النظام السابق ينتقد سيف الإسلام ويرى بأن ما أطلقه من مشروع هو الذي جلب الناتو في نهاية الأمر، وبأن الإسلاميون الذين أخرجهم تحت مشروع ما يسمى بالإصلاح وأخرجهم من السجون هم الذين انقلبوا عليه. أقصد الجماعة الليبية المقاتلة بإمرة عبد الحكيم بالحاج وجماعة الإخوان المسلمين الآن. أنا في تقديري بأن عودته لابد أن تكون وفقا لآليات عقلانية. هذه الآليات أولا لابد أن يوضح موقفه من القيادة العامة للقوات المسلحة، لأن الشعب الليبي لن يقبل أي جهة تتآمر ولو بالخلف ولو من الخلف على القيادة العامة للقوات المسلحة، فهذه مسألة. المسألة الأخرى، ما هو موقفه من مسألة الحوار وموقفه من الاتصالات غير المباشرة مع جماعة الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة؟ لأن مشروع ليبيا الغد الآن الذي هندسه سيف الإسلام عاد الآن، يعني عندما تقدمت القوات المسلحة كان هم المخابرات الإنجليزية والأمريكية هي مسألة كيف يمكن إحداث التحالفات حتى ولو مع المتناقضين، المهم أن العدو الأقرب والعدو الكبير والخطر الكبير هو المشير خليفة بالقاسم حفتر، لأن
كل ما عداه هي مراكز قوى ستعمل على تفتيت وتقسيم الوطن. أما المشروع الذي تقوده القوات المسلحة وعلى رأسها المشير خليفة بالقاسم حفتر هي المشروع الوطني الوحيد. أنا أقول لك الفوائد اللي قدمتها المؤسسة العسكرية، ناهيك عن ضرب المشاريع الإيديولوجية التي تريد تحويل ليبيا إلى ما يسمى بخزانة أو بيت مال للمسلمين وتفتيت ليبيا وجعلها بؤرة توتر تهدد الأمن القومي في مصر وفي الجزائر وفي أماكن أخرى. القيادة العامة أيضا ضربت المشاريع الانفصالية، كانت هناك مشاريع أشبه ما تكون بالانفصالية. أيضا القيادة العامة للقوات المسلحة ومن خلال تحركات الجيش أثبتت القوات المسلحة بأن ليبيا بأنها الضامن للوحدة الترابية. كيف ذلك؟ كانوا دائما يعولون على أن عمليات الجيش مجرد تحرير مدينة بنغازي سيبقى الجيش في بنغازي، لن ينطلق باتجاه وسط ليبيا وغرب ليبيا. ما الذي حصل؟ القوات المسلحة بمعنى أثبتت خلاف ذلك، حررت الهلال النفطي ومنطقة وسط ليبيا، ثم انتقلت إلى الجنوب قاعدة تمن هنت والجفرة لو تسمعين عنها. هذا الأمر ما الذي ترتب؟ أن مجموعة من القيادات العسكرية التي عمل الإخوان على إقصائها عبر آليات عنيفة تتمثل في الاغتيالات وفي اللواصق، وآليات غير عنيفة تتمثل في العزل السياسي والإداري، وتتمثل أيضا في الإحالة إلى المعاش أو التقاعد قبل بلوغ السن القانونية، القيادة العامة استرجعت كل هؤلاء العسكريين، ومن ثم بدأت كرة الجيش تتدحرج وتكبر إلى الأمام، وأصبحت ليست خطر على هؤلاء بل خطر على كل المخابرات الآن التي الموجودة والتي تعمل على تفتيت ليبيا تجديها. النقطة الأخرى، أنا أحب أن أعود إلى مسألة انتهاء المهلة ولماذا الجيش أعطى المهلة. أنا تكلمت عن مسألة اختيار التوقيت اللي هو 17 ديسمبر. تسمح لي نرجع سبب إعطاء الجيش للمهلة بعد المحور اللي هفتحه مع دكتور أحمد العبود. دكتور أحمد، يعني قد يقول قائل يعني في مثل هذا التوقيت وفي ظل كل يعني ما يجري حاليا، البعض يرى بأن هناك مرجعيات وكيانات وسلطات أصبح لا محل لها من الإعراب، يعني دور فائز السراج على سبيل المثال، البقاء في التعاطي مع سخيرات كمرجعية أيضا ربما يعني انتفت حيثيته أيضا في مثل هذه المرحلة. كيف تنظرون إلى ذلك؟ صحيح، يعني نرجع نقول إن من البداية عندما كنا مستشاري لفريق الحوار وكان في برفقتي الأستاذ فراس زيدان، كنا نلتمس بأن الاتفاق السياسي ولد ميتا، وبأن داخل الاتفاق السياسي أبواب لن تنفذ على الإطلاق. يعني باب الترتيبات الأمنية منذ اليوم الأول قلنا بأن هذا الباب هو كلمة السر في نجاح الاتفاق. على العكس من ذلك، رأينا المجلس الرئاسي عندما دخل إلى طرابلس قام بتدوير الميليشيات من جديد، في حين كان هذا الباب باب الترتيبات الأمنية ينص على خروج الميليشيات وفقا لجداول زمنية من طرابلس وتسليم أسلحتها عبر آليات يشارك فيها بصفة مراقب أطراف محلية وأطراف إقليمية عربية كانت ودولية. هذا الباب فشل وأصبح شرط لتنفيذ الاتفاق وكضمانة لتنفيذ الاتفاق السياسي. المجلس الرئاسي ارتكب العديد من الخرقات اتجاه الاتفاق السياسي، حتى البعض يشير بأن هناك أكثر من 422 خرق للاتفاق السياسي، وهذا رقم كبير يدل بأن المجلس الرئاسي ذهب إلى ضرب الاتفاق السياسي في مقتل منذ اليوم الأول. تعلمين جيدا من حيث النواحي الدستورية أن الاتفاق السياسي لم يدسر، حكومة السيد السراج قدمت تشكيلتين ورفضها مجلس النواب. المجلس الرئاسي نفسه يعيش أزمة حقيقية في ظل تعليق عضوية نائبين سيد علي القطراني وعمر الأسود، دكتور عمر الأسود. لكن أنتم يعني تؤيدون بأن سيطرة موسى الكوني، سيطرة السراج على الأمور بتت تتراجع بعد الجولات التي حققها خليفة حفتر. شوف نقول لك بأمانة، داخل الاتفاق السياسي هناك تحالف أو ترويكا يسميها البعض، هي تحالف السيد فايز السراج مع السيد أحمد معتيق الذي يمثل الانتهازية المالية، وتيار الإسلام السياسي بجناحيه الجماعة الإخوان المسلمين ممثلة في حزب العدالة والبناء، والجماعة الليبية المقاتلة ممثلة في عبد الحكيم بالحاج ومجموعته، في حين أن هناك انفصام كامل وانسحاب كامل للتيار الوطني الذي يعبر صراحة عن الثوابت الوطنية. قلت أنا منذ البداية بأن هناك انسحاب لأعضاء وتعليق قضية لأعضاء آخرين.
الاتفاق السياسي مر بأزمات، البعض طالب وكثيرا طالب منهم أعضاء داخل مجلس النواب بإصلاح الاتفاق السياسي وإعادة هيكلة الأسماء السياسية المنبثقة عنه. الاتفاق السياسي يوم يواجه أزمة الشرعية وأزمة المشروعية وانحصار الدعم الدولي. يعني تعلمين جيدا بأن المجلس السياسي هو مجلس التوافق الدولي أو مجلس المجتمع الدولي، أو يسميه البعض بأنه مجلس المشروع الدولي في ليبيا. هذا المجلس تعثر كثيرا أولا بالمتغيرات الداخلية، النجاحات التي حققتها المؤسسة العسكرية في كافة المناحي، الحرب على الإرهاب، بناء المؤسسة الأمنية والدفاعية، النجاحات في مجال تحقيق الأمن الاقتصادي من خلال السيطرة على الموانئ النفطية والحقول النفطية، عملية البرق الخاطف، اليوم تحرير الجنوب بالكامل والجفرة، المتغيرات وبنغازي. طبعا بنغازي الإنجاز الأبرز الذي، ونقول لك أنا بأن بنغازي هي مفتاح وكلمة السر في تغيير المشهد الليبي بالكامل، وسوف يترتب على تحرير بنغازي تغير في الإيرادات الدولية اتجاه دعمها. حديثا عن ردود أفعال المجتمع الدولي، قد يكون هناك التفات من قبل البعض لمسعى للعب دور من قبل الاتحاد الأوروبي خاصة في المرحلة الأخيرة. لا، خلينا نتكلم أولا عن الولايات المتحدة الأمريكية. لكن يعني الدعم اللي يمكن أن يقدمه أيضا الاتحاد الأوروبي، هناك حديث متصاعد أيضا بشأنه، يعني ليكون أيضا منطلق لسؤال آخر. لكن اسمح لي أرجع لسيد فرج، حضرتك كنت تتكلم عن الأسباب التي دفعت إلى إعطاء الجيش هذه المهلة. نعم. الآن أنت تدركين بأن الحالة الليبية أصبحت الآن تسير من ناحية سياسية في مرحلة الانسداد، وهذا الانسداد أصبح يمثل خطر على الوحدة الترابية في ليبيا وعلى الأمن القومي، ومن ثم أصبحت القوات المسلحة ترى أن العملية السياسية بنظرة الأمن القومي، أتمنى التركيز على ما أقول، ومن ثم رأت بأن من غير الممكن أو من غير المقبول الدخول في عام 2018 بهذا التعدد في الأجسام التنفيذية والتشريعية، ولو أعطي هؤلاء الفرقاء والمتصارعون سياسيا مدى أخرى لدخلوا بليبيا حتى عام 2030 أستاذة، لدخلوا بليبيا حتى عام 2030 بهذا الانقسام، وهذا ما سيعني إفقار الدولة وإفلاسها وإدخالها في نمط أو نوع من الدولة ليس الفاشلة، إسقاط الدولة وإنهائها بالكامل. ولذلك رأت القوات المسلحة وحفاظ على الوحدة الترابية أن تعطي الفرقاء هذه المدة الطويلة، رغم أنهم لا شرعية لهم جميعا، حتى لا يتم اتهامها مثلا على سبيل المثال بالإقصاء أو بالانقلابات أو بغير ذلك. رأت القيادة العامة القوات المسلحة أن تعطي الفرقاء، بمعنى أن تضعهم أمام الشعب، أمام مسؤولية أمام الشعب بكلام رصين وحكيم ومسؤول، وأمامكم مدة 6 أشهر التي الآن أصبحت 5 أشهر، ومن ثم سترى القوات المسلحة. الآن يبدو أن الفرقاء يعني حفاظا على مراكزهم بدأوا في التواصل فيما بين بعضهم وإلى غير ذلك، ومن ثم إذا جاء شهر ديسمبر القادم وصلح البيت السياسي الليبي وعادت الوحدة واللحمة والوفاق الوطني، القوات المسلحة في نهاية الأمر ستبقى حامية وصائنة للمسار الديمقراطي وللتوافقات السياسية. أما إذا جاء ديسمبر القادم وأن هذه الأجسام لن تتوافق وسارت في مزيد من التشظي والانقسام، فإن القوات المسلحة واستنادا إلى مبدأ الشرف العسكري ومسؤولياتها أمام الشعب وأمام الله لابد أن تتدخل لتضع القطار على السكة. ومن ثم نحن أصبحنا يعني في بتلك المقاربة والمشابهة، تخيلي معي لو أن قطارا على سبيل المثال انحرف عن السكة، ما الذي يحصل؟ لابد من إعادة هذا القطار على السكة لكي يصل إلى مركزه أو إلى هدفه. النقطة الأخرى التي أريد أن أتحدث عنها وأتكلم عليها اللي هي مسألة، سألتي الدكتور أحمد العبود لو ذكرتيني بعد حضرتك بالسؤال، سألتي الدكتور أحمد وأرغب في الإجابة عليه. يعني إحنا سألنا أسئلة كتير، حضرتك تقصد أنهي جزئية بالضبط؟ دكتور أحمد هي سألت الأستاذة الجزئية الأخيرة. نعم، المهم إذا ما عدنا إلى مسألة الاتفاق السياسي، أنا سأتكلم لماذا في البداية وضع هذا الاتفاق وما هو الهدف، اللاعبون الدوليون لماذا. أيوة. نعم، هناك نظرية تسمى نظرية هندسة الحكم، والكلام الذي أود أن أقوله ليس كلاما فلسفيا أو صرحا في نظرية المؤامرة، لا أنا رجل براغماتي عملي في نصف دقيقة لأن هي دقيقة مقسمة بين حضرتك في ثواني بسيطة جدا. ولذلك عندما رأوا الغرب والقوة التي تدخلت عام 2011 قوات الناتو وتحديدا لإسقاط القذافي بأن نتائج الانتخابات الأخيرة التي أفرزت مجلس النواب لا تسير مع رؤيتهم في هندسة الحكم واقتسام النفوذ في ليبيا، ما الذي حصل؟ منحوا الضوء الأخضر للميليشيات
لكي تقوم بعملية انقلاب على نتائج الانتخابات عبر عملية فجر ليبيا، ومن ثم إعادة الحياة من جديد لما يسمى بالمؤتمر الوطني للسلطة التشريعية السابق. وهنا أيضا ترجيح فتحوا الانقسام وفتحوا الأرضية للأمم المتحدة للتدخل تحت مسمى الوفاق. ولذلك حتى أنهم صاروا بمنطقة التشظي. كيف ذلك؟ قالوا بأنه لابد وأن يكون المجلس الرئاسي مكانه في طرابلس، والمجلس الرئاسي في طرابلس تسيطر عليه الميليشيات، وهم يدركون بأن الميليشيات سترفض تنفيذ الترتيبات الأمنية، ومن ثم هي مسألة إعادة تدوير الميليشيات. وما الذي أحدثوه؟ أنهم زادوا جسما صراعيا جديدا اسمه المجلس الرئاسي. لدينا بدلا من مجلس صراعي جديد اسمه المجلس الرئاسي. نعم. يعني أخيرا دكتور، يعني أخذ تعقيب أخير من حضرتك سريعا جدا، وهل الوجهة القادمة للجيش الليبي ربما تكون طرابلس، بأن يكون هناك حديث أيضا عن مواجهات؟ شوفي، خلينا نتكلم بصراحة على المسارات ولا أجندة حركة القوات المسلحة. القوات المسلحة، أنا قلت في بداية الحلقة بأن في كافة الاستحقاقات التي دخلت لها كتحديات حقيقية نجحت في تصدي لها. على المستوى الداخلي اليوم آخر الإنجازات التي حققت هي تحرير مدينة بنغازي، وحركة التغيير سوف تكون كبيرة جدا. على المستوى الإقليمي هناك تغير واضح صراحة اتجاه رؤية الفاعلين الإقليميين للملف الليبي، خاصة مع انطلاق المبادرة التي قدمتها مصر لمكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية في القمة العربية الإسلامية في الرياض، وتبني استراتيجية الرئيس السيسي لمواجهة التحديات والتهديدات الإرهابية من حيث الجماعات ومن حيث الداعمين ومولي هذه الجماعات، وكنتيجة لذلك تم محاصرة النفوذ القطري الداعم للتنظيمات الإرهابية. على مستوى النظام الدولي وعلى مستوى الفاعلين الدوليين لاحظنا أن هناك حجم تغير كبير في التعاطي مع الملف الليبي. لاحظنا أن هناك إدارة أمريكية جديدة تتعاطى مع الملف الليبي على خلاف صراحة إدارة الرئيس أوباما مشروع التمكين للإسلام السياسي في منطقة دول ما بعد الربيع. أوروبا اليوم هناك حركة تغيرات كبيرة تعيشها القارة الأوروبية بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. بريطانيا نفسها تعيد قراءة المشهد العربي، النظام الإقليمي العربي بالكامل برؤية مختلفة بمعطياته الجديدة. نعم. وحتى وفرنسا يعني أيضا هناك رئاسة جديدة، هناك تم اتفاق يمكن القول أنه على مواجهة الإرهاب سواء على المستوى العربي أو الدولي. أنا في النهاية أشكركم جزيلا دكتور أحمد العبود وسيد فرج زيدان، شرفتونا في هذه الحلقة. الله يخليك، شكرا لك، تحية لك. شكرا لك جزيلا الكرام، لقاء يتجدد في لقاءات مقبلة أسبوعية مع شؤون عربية أخرى. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.